شرعت اللجنة الفنية لإنشاء السلام والصحة في المشروع إلى إعداد قاعدة بيانات يتم من خلالها توثيق كامل المعلومات بشكل رقمي. كمثال عندنا في المشروع 35 رافعة برجية منقسمة على نظام مباني الخدمات يتم فحصها شهريا بالإضافة إلى هذا الرافعة تبع المشروع نفسه ولا تبع المشروع الخرم بشكل عام؟ مشروع المطار 6 رافعات، مشروع مباني الخدمات 29 رافعة، التوتال 35 رافعة. طبعا آلية متابعتها المنوال الإنتاج يكون كل 3 شهور، احنا كلجنة فنية نطلب متابعتها شهريا بالإضافة إلى نظريا أسبوع أسبوع. بعد كده عندنا نقاط الحريم، عندنا 1170 نقطة حريم شبكات موزعة على المشاريع التوسعة والساحات والخدمات والمطاف، هذه يتم فحصها من قبل اللجنة الفنية أسبوعيا وإدخالها على قاعدة البيانات. النقاط اللي يتم ملاحظة فيها أي خلل يتم رفعها للمقاول ومتابعتها حتى يتم إنهاء ملاحظتها، بالإضافة إلى المناطق اللي احنا نسميها العمل.